روسيا فاجأت العالم بأكمله وصعدت الموقف النووي مرة أخرى، ليس فقط بوجه أوكرانيا وإنما بوجه حلف الناتو بأكمله، وذلك من خلال تحريك أبو القنابل التدميرية في إشارة خطيرة لما ممكن أن يكون قادما في المستقبل. وزارة الدفاع الروسية هي التي أعلنت اليوم عن تفاصيل بدء تدريبات على مستوى عال تقودها طبعا القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بنفسها من خلال وجود هذه الأسلحة وهذا الصاروخ الخطير للغاية الذي ترونه أمامكم، ألا وهو صاروخ يارس العابر للقارات RS-24، والذي يطلقون عليه أبو القنابل النووية أو أبو القنابل التدميرية، وذلك بسبب أن هذا الصاروخ قادر على حمل 6 رؤوس نووية مرة واحدة، ويصل وزنه إلى 41 أو أكثر من 41 ألف كيلوغرام، وطوله يصل إلى 23 مترا، وهذا ما يعطيه قوة تدميرية كبيرة، تصل هذه القوة التدميرية إلى 1,000,000 طن، قوة تدميرية كبيرة للغاية، بل أن الناشونال انترست الأمريكية تحدثت عن هذا الصاروخ في عام 2021 بأنه إحدى الصواريخ التي لا يمكن تعقبها ومن الصعب تعقبها عندما تنطلق على أهدافها، بل أن هنالك الكثير من الأسرار الموجودة في هذا الصاروخ الغير معروفة على المستوى العالمي، وهذا الصاروخ أساسا يحتوي على أنظمة خاصة به تمكنه من عملية تفادي والتغلب على أغلب المنظومات الدفاعية التي من الممكن أن يواجهها، وطبعا هو عابر للقارات يصل مداها إلى 12 ألف كيلومترا، أي بما معنى أنه قادر على ضرب أي هدف يبحث عنه حول العالم من دون أي مشاكل طبعا، ويعمل بالوقود الصلب، ودخل إلى الخدمة أيضا في عام 2009. هذه التدريبات التي بدأتها روسيا عن طريق القوات الاستراتيجية طبعا الصاروخية الروسية يشارك فيها 3,000 عسكري، بالإضافة إلى أن هنالك 300 قطعة عتاد مشاركة في هذه التدريبات. المثير أن هذه التدريبات هي تأتي بعد يوم واحد فقط من ظهور المدرعات والدبابات الخاصة بحلف الناتو في الداخل الأوكراني، واحتفال واستعراض الأوكرانيين لهذه الدبابات، منها تشالنجر 2 البريطانية التي دخلت هي والقاذفات التي تحتوي على طبعا القاذفات المختصة أو قاذفات اليورانيوم المنظم التي سبق وأن قال طبعا فلاديمير بوتين إن دخلت واستخدمت ضدنا فإننا بالنسبة إلينا سنواجهها بالأسلحة النووية. بل أيضا أن هذه التدريبات الخطيرة التي بدأت اليوم في روسيا هي تأتي بعد أيام قليلة من إعلان فلاديمير بوتين بأنه تم اتخاذ قرار بنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، وبأن هنالك تدريبات للبيلاروسيين ستبدأ في 3 أبريل وفي 1 يوليو سيكون هنالك إنشاء لمنشأة لتخزين هذه الأسلحة النووية التكتيكية. الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم قال بأن هذا أمر خطير للغاية فيما يتعلق بهذه الأسلحة النووية في بيلاروسيا، وقال بأنها مثيرة للقلق. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال بأن هذا أمر حقيقة تسببنا نحن به، وبأن هذا أمر خطير، وبأن علينا الصلاة، بكلام آخر وبصورة أخرى وبتعبير آخر بأننا قد نكون متوجهين إلى حرب عالمية ثالثة بسبب هذه التحركات التي تأتي بهذا الشكل. هذه التدريبات الروسية التي أعلنت اليوم أيضا هي تأتي بعد شهر واحد فقط. الشهر الماضي أعلن بوتين عملية تعليق العمل في معاهدة نيو ستارت النووية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي من شأنها وتعمل على الحد من الترسانة النووية، وبتعليق عمل روسيا في نيو ستارت تحديدا هذا يعني بأن روسيا تستطيع الانطلاق بالترسانة النووية ورفعها إلى مستوى أعلى، وهذه التطورات هي تعتبر خطيرة على المستوى النووي، ليس فقط لأن روسيا هي تعتبر الأكثر امتلاكا للرؤوس النووية على مستوى العالم، ولكن هي والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر طبعا دولتان تمتلك 90%، تمتلكان سوية 90% من الرؤوس الحربية النووية على مستوى العالم، وهذا يعني بأن ما يمتلكونه هنا هو قابل ليس فقط وقادر ليس فقط لتدمير كوكب الأرض بأكمله لمرة واحدة، وإنما لتدمير كوكب الأرض لعدة مرات، وهذا هو الخطر الذي يأتي مما نتحدث عنه اليوم. والأمور لم تتوقف إلى هذا الحد بالنسبة لروسيا، ولكن
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم أمس صعد الموقف هذه المرة ليس في بيلاروسيا أو على حلف الناتو أو على أوكرانيا، وإنما صعد الموقف الآن على مولدوفا باتهامات لأوكرانيا في أمر يتعلق بمنطقة مهمة تحدث عنها بهذا الشكل بحسب وكالة تاس طبعا التي نشرت هذه التفاصيل. الأمر مرتبط بشكل مباشر بإقليم ترانزنيستريا الذي ترونه هنا، هذه هي طبعا مولدوفا التي ترونها، وإقليم ترانزنيستريا هو تماما يشبه قصة وقضية إقليم دونباس، يتواجد فيه أساسا أشخاص وأناس موالين لروسيا، هنالك قوات روسية من قوات حفظ السلام تواجدت هناك منذ عام 1992، يقدر عددهم ب 1700 عنصر من القوات الروسية. وطبعا القصة التي جاءت وما قاله لافروف يوم أمس في 24 ساعة الماضية، قال بأن القوات الأوكرانية تخطط لشيء كبير إلى التدخل في إقليم ترانزنيستريا واستغلال الوضع الموجود هناك واستخدام القوة، بمعنى آخر بأن القوات الأوكرانية تفكر في غزو ترانزنيستريا. وما يقصد به هنا الوضع وما يتحدث عنه لمن لا يعلم، فإن هنالك تطورات في مولدوفا، تغيرت الحكومة الموجودة هناك، رئيس الوزراء الجديد المولدوفي ألا وهو دورين ريشان بمجرد ما جاء إلى الحكم كان قد تحدث وقال بأن علينا نزع السلاح من ترانزنيستريا، يجب أن نطرد القوات الروسية الموجودة هناك، هذا كله أصبح خطر علينا، الحرب الروسية الأوكرانية خطر علينا، يجب أن نتصرف لحفظ كرامة طبعا مولدوفا. وبالتالي بالنسبة لروسيا بدأت تجد هذه الحكومة موالية للغرب تريد أن تنضم طبعا إلى حلف الناتو، إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الناتو حولها إلى أوكرانيا ثانية، وعلى هذا الأساس هم بدأوا يتحدثون بهذا الشكل. ولكن سيرجي لافروف قال بأن هنالك رغبة باستخدام القوة من أوكرانيا لاستغلال هذه الظروف لإنهاء طبعا النفوذ الروسي الموجود هناك، وقال بأن هنالك 250 ألف شخص روسي موجود في تلك المنطقة ونحن مسؤولين عن هؤلاء وسنحميهم بأنفسنا باستخدام التفويض الذي نمتلكه من خلال وجود القوات الروسية هناك. وهذا يعني ببساطة بأننا سنزيد عدد القوات التي نمتلكها هناك من أجل حماية تلك المنطقة، هذا هو مختصر الكلام الذي يتحدث عنه. وهذا الأمر يتعدى مسألة التصريحات والحرب الإعلامية، هو دخل في مسألة التطبيق العملي. إذا ما اقتربنا هنا من تيراسيبول التي هي تعتبر عاصمة إقليم ترانزنيستريا أو جمهورية ترانزنيستريا، فإن هنالك كما تلاحظون هذه تيراسيبول العاصمة، هنالك تطور كبير يأتي فيما يتعلق بالمطار الخاص بهذه العاصمة المهمة. تفاصيل نشرت قبل 4 أيام بهذا الشكل، تحدثت بأن الروس قاموا بعملية تطوير هذا المطار وتوسيع المنشآت الخاصة به، ونشروا صورة محدثة طبعا لهذا المطار بهذا الشكل منشورة أساسا في هذا المقال وهذا الخبر الذي ترونه الذي انتشر بين الأوكرانيين بين المولدوفيين وكذلك بين الروس في نفس الوقت، وقالوا بأنه تم توسيعه وتطويره لكي يستوعب أغلب الطائرات الحربية الروسية من الطائرات الشحن الروسية، الطائرات الحربية وغيرها ستكون قادرة من الهبوط بهذا المطار. وهنالك سبب مهم جدا بالنسبة طبعا لروسيا أن تفكر بهذا التفكير، وذلك لأن الأمر خطر إذا ما فعل تم بالنسبة للأوكرانيين وقاموا بالهجوم على هذه المنطقة. فكما هو واضح وكما هو بسيط بالنسبة لشرح هذه المسألة، فإننا أمام 3 أهداف تبحث عنها أوكرانيا طبعا من الوصول إليها. ببساطة هي تتمكن من الهجوم على تيراسيبول التي ترونها هنا، تسقطها وتغير النظام في إقليم ترانزنيستريا وتنتهي هذه القصة، وهذا هو السبب الرئيسي لماذا القوات الروسية وروسيا تريد أن تزيد من عمليات تواجدها من خلال شحن جنودها أو حتى شحن العتاد في هذه المسألة. قد تبدو بسيطة بهذا الشكل، ولكن هم يعلمون أن القوات الأوكرانية ستصعد بشكل كبير إذا ما هاجمت. ليس فقط أن الأمر سيكون صعبا لأن مولدوفا أيضا قد تشارك في عملية هذه المواجهة، بل إن هنالك 3 أهداف مهمة للغاية ستهدف لها أوكرانيا، أولها طبعا تيراسيبول، ولكن أيضا كوبازنا التي ترونها هنا. في كوبازنا هنالك عتاد كبير ومخزن للعتاد كبير يصل
تصل إلى أكثر من 20,000 طن من الأعتدة والأسلحة الروسية المخزنة في تلك المنطقة. وطبعا بالنسبة للقوات الأوكرانية سيكون منطقيا لهم بما أنهم يشاغلون هذه المنطقة التي ترونها ألا وهي تيراسيبول، يهاجمون العاصمة، فإن الهجوم في نفس الوقت على نقطة العتاد وخزينة العتاد الموجود في كوبازنا في إقليم ترانزنيستريا والسيطرة عليه سيحرم طبعا المواطنين الموجودين أو الجيش أو الانفصاليين الموجودين في ترانزنيستريا من الحصول أو استخدام هذا السلاح تماما. وكذلك في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية من الممكن أن تهجم على وسط ترانزنيستريا في نفس الوقت لكي يستفيدون من الطريق الذي يرتبط من رومانيا إلى تشيناو ألا وهي عاصمة مولدوفا ليمر في إقليم ترانزنيستريا ويدخل إلى الأراضي الأوكرانية. سيكون أيضا مفيدا إلى أوديسا لتعزيز عملية مد السلاح بهذه المدينة، خاصة وأن الجسور قد انقطعت طبعا بالنسبة لأوديسا مع هذه الحرب، وأصبح من الصعب جدا إمدادها بالسلاح مع وجود ترانزنيستريا وغيرها. وبالتالي وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات الأوكرانية ستهاجم هذه المناطق الثلاث وستشعلها بالتمام والكمال، تضرب نقطة العتاد وتسيطر على هذا الطريق الوسطي وتعزل نقطة العتاد عن تيراسيبول وتسقط تيراسيبول أيضا في نفس الوقت وتنهي هذا التواجد وتنهي هذا النفوذ بأكمله. لذلك روسيا تفكر في عملية التواجد لمنع مثل هذه السيناريوهات من وجهة نظر روسيا كما نتحدث هنا، ولكن هذه وجهة النظر نوعا ما تختلف في هذه القضية عندما ينظر لها المواطنين الموجودين في مولدوفا أو حتى بالنسبة لأوكرانيا، ينظرون لهذه القصة بشكل مختلف. فهم يرون ببساطة بأن روسيا الذي تفكر به هنا هو أنها تريد الآن تزيد عدد قواتها هنا في ترانزنيستريا وأن تستغل الوضع الذي تعاني منه الحكومة المولدوفية، فهنالك تظاهرات كثيرة موجودة في تشيناو العاصمة المولدوفية، وبالتالي هم يريدون إسقاط هذا الحكم جعلي أو الوصول إلى حكومة هي تميل إلى روسيا على سبيل المثال. وهذا طبعا سينجمع مع حقيقة أن روسيا قامت بتحويل أيضا بيلاروسيا إلى دولة نووية، قريبا سترسل الأسلحة النووية التكتيكية طبعا، وهذا سيفتح الباب لروسيا أن توسع جبهاتها مع حلف الناتو. فما تفعله مع بيلاروسيا يفتح النار على بولندا ويفتح النار على ليتوانيا وعلى لاتفيا، وكذلك يسيطرون على مولدوفا بأكملها كخطة مستقبلية من أجل أيضا أن يضغطون على هذه الدولة المهمة التي ترونها ألا وهي رومانيا. وعندما نتحدث عن هذه الدول أنت تتحدث عن دول أعضاء وهي دول تعتبر من أعضاء حلف الناتو، رومانيا، بولندا، ليتوانيا ولاتفيا كلها محاصرة وضغط، ولاحظ الخارطة كيف أصبحت مختلفة وكيف أن روسيا تدفع الخطر عن نفسها، بل أن التحرك تجاه مولدوفا يفتح لها الباب وأخيرا لروسيا أن تسيطر على أوديسا التي حاولت عليها كثيرا ولم تصل إلى نقطة مهمة للغاية، وهذا يعني السيطرة على شمال البحر الأسود وربط شبه جزيرة القرم بخيرسون بهذه المنطقة وإغلاقها طبعا بهذا الشكل في المستقبل. يعتبر انتصارا كبيرا أن تأخذ بحر أزوف وتجمعه في نهاية المطاف مع شمال البحر الأسود. ولذلك رئيس ترانزنيستريا بنفسه كان قد وضع تصريحات مع هذا التصعيد، قال بأن علينا الحذر بأن أي نزاع مسلح سنراه في ترانزنيستريا فهو بداية الحرب العالمية الثالثة، لأن ستكون هنالك مشاركة مباشرة من رومانيا مباشرة بهذه المعركة. هي لن تسمح لمولدوفا أن تتحول إلى هذه الدولة التي نراها، وبالتالي أنت ستكون أمام روسيا، أوكرانيا، مولدوفا، ترانزنيستريا ورومانيا أيضا ستدخل في هذه الحرب، لأن طبعا رومانيا تعلم وحلف الناتو يعلمون بأن بالنسبة لمولدوفا وكذلك بالنسبة لأوكرانيا يجب أن تبقى كالوسادة بين حلف الناتو وكذلك بين روسيا، لأن روسيا لو وجدت طريقها إلى طبعا أوكرانيا وسيطرت عليها فيما بعد وسيطرت على كذلك مولدوفا، الحرب القادمة ستكون نووية، لأن حلف الناتو سيكون صعبا للغاية على القوات الروسية، والقوات الروسية في نهاية المطاف لن تجد إلا حلا واحد تستخدم النووي لردع حلف الناتو. لذلك لا بد من إبقاء أوكرانيا
قادرة على الصمود، وكذلك مولدوفا، وفجأة الأمور تتصاعد بشكل خطير. ولكن لاحظ عندما نرى الآن عملية التصعيد في بيلاروسيا النووية وعملية التصعيد تجاه مولدوفا وتجاه إقليم ترانسنيستريا تحديدا وضد الأوكرانيين، هذا يوضح وجعل الأنباء كلها تتحدث عن هذه النقطتين، عن حرب نووية، مناورات نووية، استخدام للنووي ضد اليورانيوم المنظم، مولدوفا أيضا، وفجأة نسينا كل ما هو متعلق فيما يجري في شرق أوكرانيا. هنالك تقدم كبير تريد روسيا أن تحقق الكثير منه في إشغال العالم بهذه المسائل، ألا وهي ما يجري في دانييتسك وما يجري في باخموت تحديدا. فاليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان في لقاء مهم مع الأسوشيتد بريس بهذا الشكل، وكان قد تحدث عن أهمية باخموت ليس بالنسبة لروسيا فقط بل بالنسبة لأوكرانيا، لأنه قال الآتي، لاحظ ما الذي قال هنا الأسوشيتد بريس، قال ستكون هنالك عواقب وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت معركة باخموت، لأن بوتين سيبيع هذا النصر للغرب، لمجتمعه، للصين ولإيران، أي أنها ضربة معنوية في نهاية المطاف بالنسبة لنا، وذلك لأن القوات وقوات فاغنر تحقق نجاحا كبيرا جدا حتى هذه اللحظة على أرض المعركة. معهد دراسات الحرب War Reporter تحدثت الكثير من التفاصيل مما يجري. دعونا نقترب الآن من هذه الخارطة لكي نفهم ما الذي جرى في 24 ساعة الماضية في هذه المعركة. الأمر مرتبط تماما في نقاط وفي معارك الشوارع التي بدأت تظهر في هذه المنطقة. هنالك طبعا طريق هنا بهذا الاتجاه، ودعونا نأخذ الصورة بهذا الشكل. الطريق هو كوبا كوفوي الذي ترونه هنا، وأيضا طريق آخر يطلق عليه زيلينا. طبعا بالنسبة لقوات فاغنر تمكنت من السيطرة على مصنع أزوم الذي ترونه، وسيطروا أيضا عبروا نهر باخموتكا على موقف السيارات الذي ترونه، وبالتالي هذه المنطقة تقريبا قد سيطروا عليها بالكامل وتمكنوا من أخذها. ولكن الآن التطور الجديد بحسب معهد دراسات الحرب وور ريبورتر بأنهم اقتربوا من كوبا كوفوي، هذا الطريق الذي تحدثنا عنه، وكذلك الطريق زيلينا، وهذين الطريقين بالاقتراب من قوات فاغنر على هذه الطرق فهي الطرق التي تحيط تماما وتحادي هذه الضاحية التي ترونها في الوسط، وهي ضاحية سيليش. وطبعا بهذه السيطرة إذا ما سيطروا على هذه الطرق يعني أنهم سيتقدمون للسيطرة على سيليش، وهذا ما سيؤمن طبعا جناح مصنع أزوم بأن لا يكون هنالك هجوما أوكرانيا بأي شكل من الأشكال باستغلال هذه المناطق لاسترجاع هذا المصنع، أبعاد القصف، أبعاد الخطر. وأيضا القوات الروسية وقوات فاغنر تحديدا ستكون قريبة أيضا من محطة القطار رقم 2، كما أصبحت هي قريبة للغاية من محطة القطار رقم 1 الموجودة في هذه المنطقة، مما يفتح الباب لقوات فاغنر أن تسيطر أكثر على المنطقة هنا. وأيضا في نفس الوقت بأن القوات فاغنر تمكنت في حقيقة الأمر من الوصول إلى هذا الطريق، ألا وهو هنالك طريق هنا بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ صورة أكبر لهذا الموقع بهذا الشكل لكي نفهم ما الذي يجري هنا. وطبعا بالنسبة للمنطقة الجنوبية وبالقرب من هذا المبنى هنا، فإن هنالك طريقا وهو ماريو بوليسكا الذي وصلت إليه قوات فاغنر، سيطروا على هذه المدرسة، سيطروا أيضا على محطة الباصات، ووصلوا بشكل خطير إلى هذه الطرق التي ترونها، وهي الطرق وطريق ميرو وكذلك طريق فاسلي بريشينا. وصلت طبعا قوات فاغنر بحسب عدد من التفاصيل إلى هذه المنطقة، وبدلا من أن تتقدم إلى المبنى باخموت الحكومي الذي سبق وأن تحدثنا عنه، ودعونا نعطيه اللون الأصفر لأن الأوكرانيين يسيطرون على هذا المبنى، بدلا من أن يهاجموا هذا المبنى أو يحاصروه على سبيل المثال، اتخذت قرارا قوات فاغنر أن تتقدم إلى السوق المركزي في باخموت وأن تسيطر عليه، وبالتالي هنالك تآكل لهذه المدينة، أن تأتي تسيطر بهذه الاتجاهات شيئا فشيئا، فأنت أصبحت خطرا على هذه المدينة، وباخموت تسقط شيئا فشيئا بيد قوات فاغنر. ولكن أيضا القوات الأوكرانية تستخدم العديد من الأساليب في هذه المعركة. دعونا نتجه إلى الشاشة لكي نلقي نظرة على طبيعة الأساليب التي تستخدمها القوات الأوكرانية في باخموت. فجاءت التقارير على أن هناك
هناك كان فخا من قبل الأوكرانيين هنا بالقرب من طريق ماريو بوليسكا القريب من مبنى باخموت الحكومي. سمحوا للقوات فاغنر أن تدخل إلى هذا المبنى الكبير المرتفع وبعد ذلك فجروه، فخخوا هذا المبنى تماما بهذه البساطة وفجروه، وقد تكون هذه من القوات الخاصة التي دخلت إلى هذه المنطقة أو إلى هذا المبنى أو حتى من القناصين بسبب أن هذا المبنى يعتبر مبنى استراتيجيا مهما. وإذا ما ذهبنا مباشرة إلى شاشتنا لكي نحدد هذا الموقع بما أن الحديث طبعا عن ماريو بوليسكا تحديدا واتجهنا إلى هذه الصورة الخاصة، نلاحظ بأن المبنى مرتفع، هو الأكثر ارتفاعا طبعا من بين المباني الأخرى، وواضح جدا بأننا أمام شارع ماريو بوليسكا بحسب الوصف، وأن هنالك شارعا بجانب هذا المبنى المرتفع. دعونا نقترب من هذا المبنى قليلا، فهنالك من الشبابيك سنستطيع من عملية نوعا ما تحديد هذا الموقع بشكل قد يكون مفيدا للغاية، فسنلاحظ بأننا شباكين ثلاثة كبيرة نوعا ما. دعونا نعيد هذه الصورة مرة أخرى، هذا هو الشباك الثاني وهذا هو الثالث، وهنالك نوع من الشباك الطولي الذي يبدو نوعا ما بهذا الاتجاه، وأيضا إن هنالك عددا من الشبابيك المتصلة سوية بهذه الطريقة، ونحن أمام مبنى سقفه لونه أحمر يأتي بهذا الشكل طبعا كما هو واضح، وأيضا نحن أمام مبنى ومبنى آخر تأتي بهذه الاتجاهات مع شارع ماريو بوليسكا الذي تحدثنا عنه. هل هذه العلامات كافية لمعرفة هذا الموقع؟ لنرى إن ما تمكننا من الوصول إلى ذلك. هذا هو شارع ماريو بوليسكا، مبنى باخموت الحكومي هنا، المباني الكبيرة سنلاحظ هنا مبنى، هنا مبنى، هذا مبنى وهنا مبنى آخر، ولكن هذا المبنى يبدو نوعا ما جيدا مع الفرع الذي بجانبه يبدو هو الأكبر والأكثر ارتفاعا. إذا ما اقتربنا من هذا المبنى قليلا ودعونا نقترب بشكل أكبر من هذه النقطة وتوقفنا، سنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس هذه العلامات من الشبابيك الخاصة، ستلاحظها بأنها موجودة بهذا الاتجاه، الشبابيك 1-2، وستلاحظ بأن أيضا الشبابيك الصغيرة واضحة بهذا الاتجاه كما هي واضحة لكم، وهذا هو الشباك الطولي أيضا واضح أمامنا، وبالتالي نبدو بأننا أمام نفس المبنى تماما، كل شيء تطابق. وإذا ما ابتعدنا قليلا من هذا المبنى الآن ستلاحظ بأنه أيضا مطل على شارع ماريو بوليسكا، وأيضا أنت أمام المباني التي تحدثنا عنها الذي هو طبعا سقفه أحمر، وكل شيء متطابق معنا بكل تأكيد. وهذا يعني باختصار شديد جدا أن الأوكرانيين أيضا يقومون بالكثير من العمل المرتبط بهذه المعركة ويحاولون قدر الإمكان إيقاف قوات فاغنر، لكن معركة ليست بالسهلة.